اوكي يلا، هنا السؤال الاول. هنا الصورة دي صورة بحيرة، بحيرة اصلا يعني ليك. فالسؤال بيقول is it a lake؟ جاوبي بقى. هقول yes yes it yes it is عليك ليك Yes, it is a lake. هكتب وراكي بقى، واكتبي برضو في الكراسة عندي. yes Yes, it yes is a it lake. Yes, it's a and lake. ماشي. انت تحت. طيب ثواني. يلا اقرأي السؤال التاني كده وجاوبي. هي از يعني هكتب دي اقرأي السؤال الأول، اقرأي السؤال ده كده. سؤال اه از هي كول يعني ايه is he called؟ يعني هو سقعان، هل هو سقعان؟ هو يشعر بالبرد. أكتب no no بعد ما تحطي يس او نو تقومي عامله المقص على طول. يبقى المقص بتعمليه امتى؟ كتبتي يس اعملي بعدها مقص، كتبتي نو اعملي بعدها مقص. طب انا عملت نو اهو، اعملي على طول التبديل. يلا يعني أكتب no إيه no 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 isn't لا يا حبيبتي، السؤال عندك فوق اهو از هي، يبقى انا اعمل مقص ما بين دول. يبقى no he isn't No, he no he isn't آخر سؤال معاكي. هنا اعمل لك صورة، اس هي اعمل زن لك صورة بس، اعمل لك صورة. يلا يا لينا اقرأي السؤال والإجابة جاوب. يلا اس هي زن يعني لا ثواني بس. is he is he thin؟ thin يعني ايه؟ مش عارف بس انا ممكن الرفيع. القلم اعمل اه انت عارفه ان هو فات عشان كده قلتي نو. ممكن بس ماشي اجيب حاجة بسرعة اتفضلي. ممكن بس اجيب حاجة بسرعة وجاية ماشي اتفضلي. يعني هكتب نو ماشي نو ماشي نو بس القلم وقف نو ايه نو 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 هي ازت بصي النهارده هناخد اي جي اتش. هناخد ايه؟ اي جي I G اتش H اي جي اتش. احنا خدنا اي حرف ساكن اي، خدنا اي حرف ساكن اي. دلوقتي هديكي اي بقى معاها ايه؟ جي اتش. G H K ذلك في النص كده اي جي اتش. لو ركزتي بقى في اي جي اتش دي كده، هنا هننطق اي، هننطق ايه؟ اي بس. لتر اي هو اللي هيتنطق، لتر اي هو اللي هيتنطق، لتر اي بس هو اللي هيتنطق اي.
واتشر هيكون صوته اي 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 كي اي اي، لكن جي اتش مش هتتنطق. هنا الجي اتش سايلنت، جي اتش سايلنت، جي اتش ايه اي طيب اي، هي كلها على بعضها بتتنطق اي، بتديني الصوت ده اي. يبقى انا اول ما اشوف اي وراها جي اتش اقول صوت الاي بس، اي اي. بس لما اجي اكتب يعني هكتب اي مثلا جي اتش تاني بالراحة، ماي اي لما يجي وراها جي اتش ماي اي ماي اي زي نايت، شاطرة نايت. اكتب لك اول ماي مثال زي ما انت قلتي نايت، ان اي جي اتش تي. لو خدتي بالك ان اي ت، انا بنطق ايه الان ان. يعني ذكي هم نعم هم مش سامعة هابز ايه؟ ليل. يعني حفظ اه حفظ، دي الكلمات الحفظ، الكلمات اللي هتحفظيها النهارده فيها اي جي اتش، فيها ايه؟ اي جي اتش اي جي اتش اللي هي زي كلمة نايت. قولي ورايا كده، ان ان اي 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 ت اي ت. تا كيف انا عديت من الاي دخلت على التي؟ اي ت. ليه بقى الجي اتش عدتهم يا لينا؟ ليه؟ عشان هم سايلنت عشان هم سايلنت. اكسلنت. ليه؟ لان جاي قبلهم اي، بننطق اي طويله، اي اي بنقول عليها لونج اي، بنقول عليها ايه؟ لونج اي، يعني لتر اي اللي صوته طويل زي اسمه اي. ناي اي، ان اي ناي، نايت نايت يعني الليل، الليل يعني نايت نايت نايت. طيب الضوء يعني لايت، لاي برضو ال اي، لاي ال اي، لاي ال اي، وما ننساش الجي اتش لازقه فيه في الاي. ت تي لايت يعني الضوء، الضوء النور اللي حوالينا بنقول عليه لايت، لايت يعني الضوء. طيب يبقى انا عندي نايت الليل، لايت الضوء. عندك كمان هاي، هاي اتش اي، هاي اكتر هاي مرتفع، اللي لسه عامله لك الصوره بتاعتها بتاعت العماره دي بنقول عليها هاي مرتفعه، هاي. اكتبي معاني الكلمات جنبها. يعني نايت نايت الليل، نايت لايت الليل، نايت لايت الضوء، هاي مرتفع. ليل ليل بس هاي مرتفع، لايت ضوء لايت الضوء، هاي مرتفع، هاي مرتفع. مرتفع وآخر كلمة رايت يعني يمين كتبته او حاجة يعني صح، رايت. لما انت تقولي حاجة صح اقول لك اتس رايت يعني صح، رايت يعني صح او تمام او صحيح. خلاص رأيي كده الاربع كلمات دول الحفظ عليك النهارده بس. يلا اقرأي. نايت لايت هايت رايت نايت لايت هاي رايت، نايت لايت هاي رايت. اجين مرة اخرى، يلا اقرأي. نايت لايت هاي رايت اوكي فيري جود اكسلنت. كده احنا خلصنا النهارده يا لينا، ذاكري كويس، مبسوطة منك جدا، مبسوطة منك، انت شطورة. Okay. اوكي جود باي. Goodbye.